وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نسمعوا شنو قال الصحفي المحبوب نوفل العواملة على الإشاعات اللي خرجت مؤخرا، إقالة مصطفى حجي، إقالة المدرب. غادي يوضح جميع الأمور. فألف تحية للصحفي المحبوب نوفل العواملة. نخليكم مع الفيديو، نتمنى تفاعلوا معه بشكل كبير. ما تنسوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. كاين رسائل خاصة توصل، ورسائل لأطراف متعددة، وهناك بعض الشائعات التي تتحول إلى أخبار صادقة للأسف، وهي ربما تكون غير شائعات مصدرها مجهول. اليوم بغيت نهضر على عنصر أساسي أصبح هو، مبغيش نقول كبش الفداء، ولكن يعلق عليه الشيء الكثير من ما وصل إليه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. ومن أبرز ما يعلق عليه اليوم هو الخلاف الحاصل والغياب الذي حدث لحكيم زياش عن تشكيلة المنتخب الوطني. اليوم عندي بعض الأخبار الحصرية بدون الكشف عن المصادر بالتأكيد، وبعض البحث الذاتي الشخصي. يعني سأتحدث عن ربط مصطفى حجي بحكيم زياش، سأتحدث عن خبر ينتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في المواقع الإلكترونية عن إقالة الجامعة الملكية المغربية لمصطفى حجي. أولا، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تجتمع بعد، يعني لاعبين وصلوا في ساعة متأخرة مع الجهاز الفني، الجهاز الفني لم يعطي أي تصريح. هناك ندوة صحفية سيتم عقدها خلال الساعات المقبلة، قال يوم الخميس، للمدرب وحيد هاني لوزيتش. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أكيد تنتظر تقرير كما هو متعامل في أي أجهزة احترافية في تسيير كرة القدم. بعد أي منافسات يكون هناك تقرير عام من الجهاز الفني يقدم رؤيته الخاصة لأسباب النجاح إن وجدت، ولأسباب الإخفاق إن وجدت أيضا. اليوم قلنا محور حديثي سيكون مشي واحدة للوزيتش، لأنه قدمت أنا رؤية الخاصة في هذا المدرب والفشل الذريع الذي قدمه وطمس هوية المنتخب الوطني ودخول في خلافات مجانية بناء على عقلية خاصة بالمدرب مع مجموعة من اللاعبين. ولكن في نفس الوقت سأتحدث عن خلافه مع حكيم زياش، لماذا وقع هذا الخلاف. على أقل رواية من الروايات التي قيلت والتي لدي بعض التفاصيل حولها. سأتحدث عن الحملة التي بدأت على مصطفى حجي والتي نسبت إلى صحيفة دصان، وعلى أنه حكيم زياش صرح لهذه الصحيفة بأنه الخلاف مع مصطفى حجي، وبأنك إن أردت أن تكون لاعب ذا حظوة في المنتخب الوطني لابد أن تدفع. هذا تصريح خطير وخطير جدا. دصن لم تقل ذلك، حكيم زياش لم يقل ذلك، لم يصرح بتاتا. دصن ما فيهاش حتى شيء مقال أو خبر يشير إلى هذا الخبر الذي تناولته مجموعة من المنابر الإعلامية. ما قال والو. وحكيم زياش أعتقد أن ردود الفعل التي صدرت عنه كانت ردود فعل حزينة نوعا ما. وإذا تابعتم الرجل خلال المباريات التي خاضها مع نادي تشيلسي تزامنا مع كأس الأمم الأفريقية وسجل فيها أهداف جميلة، من هدفه أمام توتنهام لم يحتفل، على غير العادة لم يحتفل، كيشوف في السماء وكيديرها وكيجو كيعنقو صحابه وكيزيد في حاله. هناك غصة في قلب الفتى. وإذا بغيتوا ترجعوا لقصة حكيم زياش، الإعلام الهولندي قال له هل أخطأت باختيارك للمغرب بعد خلافه الأول مع هيرفي رونار؟ قال هل يخطئ المرء في اختيار أمه؟ خيارات زياش كانت واضحة، كان يعرف ماذا يريد. فسنعود لقصته مع هيرفي رونار، ولكن قبل ذلك الحدث البارز هو قصته مع وحيد هاني لوزيتش. ولكن نرجع لها البداية. إذن بحجي، من مصلحته اليوم أن يشن حرب على مصطفى حجي؟ حتى تصريحات بادو الزاكي، قال هناك بادو الزاكي في تصريح أفعى، وصفه بالأفعى، حاربني إلى غير ذلك. إيرفي رونار أيضا قال عنه مشكل، تتذكروا مهدي بن عطية وقع له مشكل في مونديال روسيا. المهم كين الإجماع هذا الشيء كامل، ومن مصلحته ربما أو لغاية في نفسه يعقوب أن يحمل مصطفى حجي المسؤولية الكاملة عن إخفاقات المنتخب الوطني خلال السنوات التي قضاها في الجهاز الفني للمنتخب الوطني. طيب، فين كان حجي حين أقصينا من كأس أمم أفريقيا 2013؟ كان فيها رشيد الطوسي وكان فيها وليد الركراكي كمساعد، ما
ما كانش مصطفى حجي، إذن وكان الفشل. كان الفشل قبلها أيضا في الجابون 2012، كان جيريتس ومعه مدرب مساعد ديالو اللي بدأ المهام قبل ما يجي إيريك جيريتس على رأس الجهاز الفني المنتخب الوطني، وتقسينا وخسرنا من الجابون وخسرنا من تونس إلى غير ذلك. في جنوب أفريقيا كذلك لم نستطيع فك عقدة الرأس الأخضر ولا أنغولا، وتعادلنا مع جنوب أفريقيا بهدفين لهدفين وخرجنا من المنافسات في الدور الأول. يعني اللي كيحاول يختزل، وهذا من المشاكل اللي كتعاني منها الكرة المغربية دائما وأبدا، نحاول أن نختزل المشكلة في أمور لها علاقة بالكواليس، لها علاقة بنوايا مسبقة، لا ما كنعالجوش المشكلة من أساسها. البارح أنا باش هدرت كنقول الكاستنج عباد الله، من يختار مدرب المنتخب الوطني وفقا لأي أسس؟ واش من مدرسة بغينا نتبنوها حنايا؟ إيش من خامة لاعبين عندنا باش غنجيبوا مدرب يتلائم مع هاد اللاعبين ويعطينا منتخب قوي؟ ماذا عن مناورات من هنا وهناك ومشاكل كل كأس أفريقي كيوقع خلاف مع أحد النجوم، ومن بعد كمش نقوله الله أكبر علاش رونار كيشوف دكة البدلاء ما كيلقى حتى شي مهاجم يقدر يعوض ليه العقم الهجومي اللي موجود عندنا؟ قلناها ولا لا؟ قلناها في كأس جنوب في كأس الجابون، قلناها أمام البنين بالصح. علاش؟ لأنه كانت كتوقع بعض الخلافات التي تؤدي لاستبعاد هذا واستبعاد ذاك. ما نرجعش للأسماء لأنه كلكم عارفينها. مسار حجي الكروي أنا أقول لا يناقش، أنا ما خارجش ندافع عنه اليوم، ولكن نحاول نقرأ ما بين السطور. حجي مشى وجا مصر جاها لوجع، شعار كان كيقولوه المغاربة، حاضر عليه أنا في مركب الأمير مولى عبد الله كمشجع مباراة تصفية كأس العالم وماركة مصطفى حجي على نادر السيد وربحات المغرب 1-0. بغيش ندر على مساره وأهدافه وعشقه للمغرب ودكشي، هو عنده لسانه يدافع على رأسه، ولكن من له مصلحة اليوم أنه يوجه السهم الانتقاد لحجي فقط باش بغطي على من؟ هناك مسؤولية مشتركة قلناها وحيدة للوزاج، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحيدة للوزاج أخطاء التقنية والفنية وخياراته البشرية، والرجل كما يعلم الجميع رجل هو سيد القرار الأول في المنتخب الوطني، حتى على ما أعتقد الجامعة لم تستطع التدخل في وحيد وقراراته. فشكون مصلحته اليوم كيسرب مقالات؟ أولا أن زياش قال أن حجي هو سبب استبعاده من المنتخب الوطني، هذا خبر غير صحيح، القرار جاء من وحيد اللوزاج، وأنا أعطيكم التفاصيل علاش قرار وحيد أو الرواية من الروايات، أنا لا أملك الحقيقة الكاملة باش ما لا ألام عليها غدا، ولكن هذه رواية من الروايات التي قيلت. فهذه نقطة حاولوا تتسألوا علاش كان البوصلة كاملة تتجه لمصطفى حجي، واش كاين نوايا انه نبعدوا المسؤوليه عن وحيد، واش كاين خلي الشارع الرياضي يتلهى بشي شخص وكذا، ويمكن يمشي حجي يمكن يبقى يمكن يقول لك انا صافي بركه قضيت، يعني منذ مجيء بدو الزاكي الى رحيله ثم مجيء رونارد فرحيله ثم مجيء وحيد وان شاء الله رحيله لكي نتجنب اي سيناريو كارثي مع الكونغو الديمقراطيه، يمكن يقرر هو من نفسه يقول لك بالسلامه تحت الضغط. ولكن علاش الترويج لاسم مصطفى حجي؟ علاش تكذبوا على زياش؟ اكيد زياش ما غادي يدخلش يشوف يعني المنابر شنو كتقولوا وفيسبوك وغير ذلك، عنده ما شاء الله مسار متميز مع تشيلسي وعنده استحقاقات مركز فيها ربما، وان كانت بدت عليه الغصه باقي كتشوفوا حزين كان كيماركي الاهداف بقى فيه الحال، ربما كان باغي يكون مع المنتخب المغربي، ولكن يقدر هو تهوي يتحمل مسؤوليه لانه كاين الروايه ربما تناقض بزاف الحوايج. ولكن على العموم مصطفى حجي ورقة وغادي تطوى من بعد إلى كانت الجامعة اللي هي سيدة قرارها بغا تخليه مع المنتخب المغربي، هذا يعود لها، ومع العلم أن نحن نتحدث عن وحيد خليل وزيتش، قلنا هو الرجل الأول في المنتخب الوطني، إيرفي رونار كان مع باتريس بوميل كمساعد، هو كان مساعد من ضمن المساعدين لبادو الزاكي، فأعتقد أن المدرب الأساسي هو اللي كيتحمل المسؤولية كاملة. لونتوراج ديالو أنا نفكركم في واحد الحاجة وبطلها كان مصطفى حجي، يعني في الخلاف اللي حدث بين رونار وحكيم زياش، من الناس الذين أصلحوا ذات البين بين حكيم زياش ورونار بأوامر أكيد وتوجيهات من الجامعة على رأسها رئيس الجامعة السي فوزي القجاع هو حجي، مع العلم أنه كان نقولكم واحد التفصيل 11 ساعة من اللقاءات مع وكيل أعمال زياش ولم تفضي إلى شيء، إلى أن كانت الزيارة إلى أمستردام وتم
إصلاح ذات البين بين اللاعب، وعاد اللاعب للمنتخب الوطني وفاز مع رونار في لقاءات كثيرة وسجل أهداف جميلة وأسعدنا وتأهلنا للمونديال، ولم يظهر بذلك الوجه الجيد ولكن شيء عادي، غير أنه أعطى الإضافة للمنتخب الوطني. اليوم زياش لا يوجد لديه أي ردة فعل، لم يتحدث مع دسان البريطانية، لم يقدم أي اتهامات لا لحجي ولا لغيره، ولكن هناك من يريد أن يحمل المسؤولية لمصطفى حجي. الله يعاونه، كاين أسباب، كاين نوايا، كاين شي حاجة، الله أعلم. ولكن أنا بغيت نوجه رسالة للجمهور الرياضي، للمتابعين، للزملاء في مهنة الإعلام، ما نخلوش البوصلة كلها مصطفى حجي، كاين مشكلة مع هذا المدرب، وأي تقني بسيط جدا غيوضح لكم أسباب الفشل اللي كانت عنده، من التشكيلة، من طريقة اللعب، من قراءته للخصوم، من أشياء كثيرة جدا. والخوف، كل الخوف أن يبقى ونأخذ معهم مباراة الكونغو لا قدر الله ونتصدموا صدمة جديدة ونرجعوا البناء والقاعدة وإلى آخره. ما علينا، حكيم زياش وخلافه مع وحيدها للوزيتش. أولا خلاف ليس لحكيم زياش فقط، ولكن كان عناصر أخرى، منها نصير، منها آخرون اللي كان عندهم خلافات مع هذا اللاعب، منها من عول عليهم في التصفيات ولعبوا معه ومن بعد أقصاهم، ما عرفتش، يريد أن يجدد كل دماء المنتخب الوطني ويريد أن يفوز بالألقاب ويحقق الانتصارات والفتوحات مع عناصر اللي ما عارفينش أفريقيا ولا طقوسها، وأدمجهم كلهم عناصر جديدة وأراد منهم أن يكون هناك أداء وأن يكون هناك نتائج وفقا لنمط تكتيكي عقيم. ما علينا، حكيم زياش يقال من أحد الروايات أنه جاء للمعسكر المنتخب الوطني وجاء مع شهادة طبية، وكان عاود نكرر هذه رواية، قد تقبل أن تكون صحيحة كما تقبل أن تكون خاطئة، مفتوحة على كل الاحتمالات، ولكن على الأقل هي السائدة في واحد الانتراج أكيد اللي هو قريب. الشهادة الطبية تقول أنه مصاب، تم عمل فحص لحكيم وجد أنه غير مصاب، مع بعض التراكمات ما بغاش يتدرب كما يقال وبغى ياخذ يزيد أيام راحة، فرفض ذلك المدرب. من غنجي نقرا هذه الرواية هذه ونجي نقول طيب، ونصير مزراوي اللي سبب الخلاف واللي صرح نصير، الأمور واضحة، قرعة ديال ما شرب الماء، ما بغيش نشرب الماء، شرب الماء شربه، لاحوا علاش تلوح الماء بهذه الطريقة، ما بشربتيش، طن طن طق، ما بقاش استدعى. كيخليني نشكك شوية في هذه القضية ديال جاب تقرير طبي وداروا له كونتر فيزيت وصدق انه السيد ما مريضش، اعتقد انا كنعرف حكيم، كان كيترعد باش يكون في الكابفير وجلستو بلاصتي في المدرجات لانه ما محطوطش حتى التشكيل الاساسي، وبديت كنهضر معاه شويه بشويه شويه بشويه انه هذا الملعب غير صالح، افريقيا شويه صعيبه، باقي عندنا ماتشات ديال الروتور ديالنا في مراكش غنلعبوه في جو مناسب، في ارضيه جميله جدا غتبدع وغيعجبك الحال، والجمهور المغربي محب للكرة الجميلة، وانت تبارك الله عليك جاي من أرض الكرة الشاملة، وتختياراتك وتصريحاتك اللي كانوا دازوا كانوا رائعين جدا في حبك لبلادك وداك الشيء، وهذا ما علينا. فهذه الأمور كلها كتخليني نشكك بهذه الرواية، ودائما وأعود لشخصية وحيد هالي لوزيتش. اليوم بعيدا عن مسألة خلاف زياش من عدمه مع السيد وحيد هالي لوزيتش، احنا قلنا لكم الرواية شنو فيها، حجي وزياش ما كاين والو، إقالة حجي رسميا ما كاين حتى حاجة، حد الجامعة لم تجتمع بعد. في نقطة هامة جدا اللي قد تجد فيها الجامعة ربما نفسها محرجة، علاش؟ تتذكرون الطريقة التي أقيل بها بادو الزاكي، ما بغيتش ندخل ديال القضية ديال حجي والزاكي وخلاف، حيت ممكن يوقع الخلاف بين أي جهاز عامل في أي مكان كان، مش بالضرورة نتفق مع ناس خدامين معي، ولا هم يتفقوا معي يقدروا يختلفوا معي، هذا شيء واقع. وتحجيت وفي حوار مع صحيفة فرنسي قبل ما يجي المنتخب الوطني قال لا أعلم ماذا يفعل النيب تدخل المنتخب الوطني، قالها أو الدور المنوط به، وش قالها ببراءة وش قالها بهذا ما الله أعلم، وإنه ما عناش أمور واضحة في المنتخب، ولم يجتمع هذا إبان الفترة التي لم يلتحق هو بها في المنتخب الوطني، فكان عنده انتقاداته وعنده حرية التعبير، حقه يقدم الانتقادات، فاليوم يقدر حق الزاكي أيضا يخرج بها، ولكن الزاكي الذي قضى عليه هو تقرير البشحاتي، قدم تقرير كان مسؤول عن المنتخبات الوطنية، قدم تقرير يقال هذا التقرير أدى إلى إقالة الزاكي في 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 ليلة ظلماء، ورجل فوجئ، ورجل كان بالنسبة للأهداف المحققة كانت محققة، عانى أمام ليبيا صحيح في المباريات، عانى أمام مجموعة من المنتخبات، ولكن على الأقل كان يحقق الانتصار ويحقق المراد
وكان عنده مغوارتين مع الرأس الأخضر، بإمكانه أن يواصل المشوار مع المنتخب الوطني، ولكن أقيل. وكانت مفاجأة صادمة للشارع الرياضي، لأنه لماذا لم يحقق الأهداف ومجموعة من الأمور الأخرى لها علاقة بالخلافات وكذا 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 وانسجام المجموعة. اليوم نحن ليس لدينا مجموعة منسجمة، ليس لدينا نتائج جيدة. كان عندنا اليوم عندنا إخفاق، خروج من كأس الأمم الأفريقية من دور الربع النهائي إخفاق أكيد. أسلوب اللعب لم يمتع ولم يبدع فيه اللاعبين ولم يقنعوا، ليس فقط لأنهم لديهم جزء من المسؤولية، ولكن أيضا لأن الجهاز الفني وخياراته البشرية يتحمل فيها جزء كبير جدا من المسؤولية. كل المبررات كاين عند الجامعة، وأكثر من ذلك بند في العقد. أتقول لك تشجع على إقالة وحيد، أشجع وأصر عليها من نظرة لن أقول الخارير والعارف بالقبايا الأم، لا، من نظرة مشجع كيشوف منتخب وطنه كيفاش كيلعب مع رونار. أنا خرجت وبكيت، علاش؟ لأنه كانت حصرة لذلك الجيل اللي أبدع وأمتع وقدم مباريات قوية، ومع مصر في ذلك اللقاء كان أفضل من مصر على مدى 80 دقيقة وما يزيد، وجا هدف غدار، كرة ثابتة، ضربة ركنية، كهرباء، دربكة في منطقة الجزاء، تقريبا بحال هدف صلاح ديال التعادل، وسجلوا علينا الهدف. ما كانش المنتخب المصري أبدا يستحق. وحين قلت أعطوني حظ المصريين نجيب كأس العالم، وبالفعل عندهم واحد الزهر كان كهرس الحجر، ووصلوا الفينال وبانت عيوبهم أمام الكاميرون، وما زالت بان عيوبهم أمام الكاميرون في الدور النصف النهائي. وإيتو قال لهم حاربوا، هذا ربما من بعد نهضروا بعد المباراة إلى كان شي فيديو حول نتائج النصف النهائي إن شاء الله. وخا أنا قلت ما غيبقاش ديك شي ديال الرياضة. الكونغو لعبت مع البحرين وخسرت بهدف، والكونغو مدوش على تصريحات هيكتور كوبر اللي قال لك من سمعت القرعة مشيت للتواليت ثلاثة المرات ومن ديك الهدرة الخاوية. والمنتخبات الأفريقية حين تلعب مع منتخبات على غرار المغرب كتلعب كرة نظيفة بدون اندفاع بدني بدون احتكاكات قوية كتقدم أفضل ما لديها. فبإذن الله آخر دعوة ربما تكون في هذا الإطار قائمين على الشأن الكروي، وأيضا من يروجون الإشاعات من هنا وهناك إقالة حجي غير المحاسبة خاصة تكون، لأنه إحنا في دولة في دستورها نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. نعم، ولكن إحنا مشي أمام زلزال، إحنا أمام هزات ارتدادية. الزلزال يكون عنده هزات ارتدادية، الهزات الارتدادية عندنا ما شاء الله من 76 من 42 عام ديال الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية. فما نحاولوش نلعبوا على الحدث ونخرجوا بعض الضحايا المؤقتين ونغفلوا العمود الفقري ولب هذه المشكلة الأساسية للمنتخب الوطني، اللي في بعض الأحيان كتكون في الكاستنج ديال المدربين، وفي كثير من الأحيان تكون في الاختيارات البشرية التي لا تكون غير منطقية. وهذا اللي وقع مع مجموعة من العناصر اللي ما كانتش وكان عندها الحق تتواجد في كتيبة أسود الأطلس. اليوم الوقت كيمر، وأنا وياكم بحال كنساينوا الندوة الصحفية ديال المدرب، وكنساينوا القرارات التي قد تصدر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإن كنت أتجه إلى أنها لن تستغني عن المدرب البوسني. ولذلك أقول الله يستر من المرحلة القادمة، مرحلة التصفيات الحاسمة شهر مارس المقبل مع منتخب الكونغو الديمقراطي. إلى اللقاء. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلهم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.